قصف بالطيران المروحي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي، والدخان الأسود يتصاعد من داخل المدينة بعد استهدافها بالبراميل المتفجرة. 31/1/2014 يوم الجمعة، قصف بالطيران المروحي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. قصف الطيران المروحي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 31/1/2014 نزوح أهالي مدينة مولك بعد القصف الجوي والمدفعي على المدينة. 31/1/2014 نزوح أهالي مدينة مولك بعد استهدافها بالطيران المروحي وبالقصف المدفعي من حاجز زير محردي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أهالي مدينة مولك، الله أكبر، الله أكبر. نزوح أهالي مدينة مولك بعد استهدافها، الله أكبر، المدفعي والصاروخي. الله أكبر.